من الميديا تعرفت على كايا كلينيك، ولما فتحت شوف السيرفيس تبعهم، شفت الكونتست اللي هم عاملينها للبروجكت ريمايند، عجبتني الفكره ففكرت اقدم لهم. بصراحه ما توقعت فوز، بس كنت سو هابي طبعا اني فزت. يعني هلا يعني كلمة ريمايند حلوة كتير، لأن أنا دائما عندي مشكلة اللي هي دائما مبين علي الإرهاق والتعب. كل الناس اللي بيشوفوني بيقولوا لي، من أهلي سواء بالصور اللي بعمله القراب، بيقولوا لي ليه تعبانة، ليه دائما شكل وشك تعبانة، تحت عيونك تعبان. فحبيت الفكرة إنه إذا البرنامج بيعطيني يعني شوية إشراق، شوية مبينة إني مو تعبانة، يعني شيء حلو كتير. يعني شوي أنا حاسة حالي شباب يعني من جوا، يعني مش هقول إني عمري يعني، بس كمان يعني يبين شوي على وجهي كمان مش غلط. يعني هون أنا حاسة بفرق كبير، يعني دايركت ألاقيت راح الخط الأسود بالحفرة اللي عند عيوني. That's nice. I like it. Thank you. Sure. I like it.